جولتنا في صباح الخير يا مصر من توشكا الخير. كنا حريصين ان احنا ننقل لحضراتكم صورة زي ما انتم شايفين في الخلفية، الصورة على ارض الواقع عاملة ازاي، ايه هو المشروع ده، وصلنا فيه لايه، وقدامنا قد ايه، مخططين نعمل ايه الفترة اللي جاية عشان نوصل لهذا الشكل وهذا الحجم من الانتاج، عملنا ايه. كل هذه التفاصيل هيجاوبنا عليها سيادة اللواء اركان حرب متقاعد عاطف ابراهيم داوود، قائد مزرعة توشكا 2. اهلا بيك يا فندم. وسيادة العميد متقاعد محمد عبد العزيز من الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بنرحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا فندم. يا اهلا بيك. في البداية سيادة اللواء عايزين نشرح للناس طبيعة المنطقة، المنطقة دي كانت عاملة ازاي اول ما جينا هنا، ونتكلم عن كل التفاصيل، يعني احنا واحنا جايين عشان نوصل لهنا ده احنا قطعنا مسافات. بسم الله الرحمن الرحيم. بنرحب بكم الاول في منطقتنا توشكا الجديدة، توشكا الخير. توشكا بدأ الكلام فيها او تم استلام المشروع بتكليف من القيادة السياسية في 2017. استلمنا المزرعة، بدأنا طبعا معظمها ارض صحراوية وجبلية، بدأنا نشتغل فيها كزراعات تجريبية. كلفت الشركة الوطنية لزراعة واصلاح الاراضي الصحراوية بمزرعة التمور، ودي من 2018 بدأنا، وسيادة الرئيس شرفنا هنا في 2019. وبالتجارب الزراعات الميدانية اللي موجودة جربنا زراعات القمح، نجح الحمد لله المشروع. كلفت الشركة بالمشروع القمح، تمام. بدأنا في 2020، التكليف كان في مايو 2020. بدأ الشغل الفعلي في يوليو بتجهيز وترفيق الأرض. بدأنا زراعة فعلية من 1/11/2020، وحصدنا الحمد لله يوم باعتبارا من 15/4/21 بمساحة 25,000 فدان. ده بادئ زي بدء كذا ما بنقول، ده لسه كده احنا لسه بنقول يا هادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدعم القيادة السياسية ومتابعة المستمرة ليها وتعليمات وتوجيهات القيادة العامة القوات المسلحة والجهاز الخدمة الوطنية، تم تكليف الشركة بالاشتراك مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للمقاولات في إعداد وتجهيز الأرض وتوصيل المرافق وشق الترع، لحد ما بدأنا الحمد لله بداية أول زراعة 1/11. طيب، يعني قعدنا 3 أشهر تجهيز وإعداد، جهزنا 25,000 فدان وزرعنا، ومفيش 3 شهور تانيين تقريبا ولا 4 شهور تانيين، وكنا بنحصد في 15 ابريل الحمد لله، وكان الحصاد انتاج عظيم جدا الحمد لله. تمام. طيب نروح لسيادة العميد، واحنا بنتكلم عن دور الشركة الوطنية للمقاولات، دور كبير، عملية الترفيق مش عملية سهلة. اكيد طبعا. هي بدأنا ان شاء الله في شهر 7/2020 بتوجيه من القيادة السياسية بتكليف من سيادة الرئيس للشركة الوطنية للمقاولات عمل اعمال الترفيق في منطقة توشكا الخير. عملنا حوالي، تم دراسة المشروع من مركز الدراسات والتصميمات بجامعة القاهرة كلية الهندسة، واشترك في المشروع حوالي 11 شركة مصرية وطنية عملاقة، عشان نقدر في المدة الزمنية القليلة دي نقدر نعمل كمية الأعمال دي كلها. الأعمال دي عبارة عن إيه بقى؟ الأعمال دي عبارة عن أعمال حفر لترع، وأعمال ترفيق لمواسير الري، تمام، خطوط الري اللي بتغذي المناطق البيفوتات وكل المناطق الزراعية، أعمال طرق ومدقات. كل احنا عايزين نقف عند كل واحدة. هنستفيد بقى في الكلام، معانا وقت. فعايزين نقف، يعني لو هنتكلم مثلا عن دلوقتي تقريبا، انا اقول لسحتك اجماليات الاعمال اللي تمت ايه. تمام. الاعمال اللي تمت، اللي اشترك في حجم العمالة دي كلها حوالي 5000 ما بين مهندس وعامل ومدني من الشركات المنفذة للمشروع تحت اشرافنا وتصميمنا وتصميم كلية الهندسة. لو نبتدي مثلا بخطوط شبكات الري، تمام. خطوط شبكات الري دي تقريبا باجمالي اطوال 1107 كيلومتر. مواسير بولي اسيلين عالي الكثافه، قطر الماسوره 120 سم، يعني ممكن بني ادم يقف فيها.
عظيم. إجمالي أعمال حفر عشان نعمل المواسير دي 4 مليون متر مكعب أتربة وصخور تم حفرها. لو نخش على موضوع الحفر الترع والتبطين، عايزين نفهم ده وعايزين نعرف المية جاية منين والمواسير جابت منين ودت لفين. المية جاية من مفيد توشكا، تمام، كله من ترعة زايد، بناخد منها فرعي، واخدين من الترعة الرئيسية اللي شغالين عليها جاية من النيل، بناخد منها فرعي، فرعي واحد وفرعي اتنين وفرعي ثلاثة. ده عظيم جدا. فاحنا واخدين من فرع ثلاثة ترع علشان نمد المية للمناطق الزراعية المطلوبة، لأنها طبعا على مساحات بعيدة. الترعة دي حوالي عملنا حوالي ترعتين، الترعتين دول ترعة لمنطقة H والD بطول 19.8 كيلومتر، وترعة تانية بتغذي منطقة الـ E دي بطول 18.2 كيلومتر. إجمالي الأطوال المنفذة 38 كيلومتر ترعة. عشان الترعة دي عشان أنت حفرتها بحوالي، يعني تم الحفر فيها 9 مليون متر مكعب تم إزاحته عشان تقدر تعمل الترعة دي. وتم تبطين الترعة دي عشان المية تبقى سلسة، مش فيه هدر في المية كمان، تصريف في المية والكلام ده. طبعا بحوالي 780 ألف متر مسطح تبطين ترع خرسانات. ده بالنسبة لموضوع الترع. بالنسبة لمحطات لمبات الري، طبعا دي كان في مشكلة طبعا كبيرة في أثناء فترة كورونا والكلام ده، علشان استيراد طلمبات المية دي من الخارج. فطبعا بدأنا بسرعة نبتدي نتحرك عشان نبتدي، كان المصانع أغلبها ما فيش شغل والدنيا واقفة والاستيراد صعب. في التوقيت من 27/20 حتى الآن كان الدنيا مش سهلة. فبدأنا نعمل نستورد الحاجات دي بالطيارات مش بالمراكب حتى. يعني السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المقاولات ادى تعليماته لجميع الشركات ان هي توفر جميع السبل اللي هي تقدر تجيب الحاجه دي في اسرع وقت ممكن. استخدم كل الامكانيات يعني المتاحه وغير المتاحه، بخليها متاحه بسخرها تسخير ايا كانت التكلفه ايه، بس الموضوع لازم يتم. طيب سياده اللواء، سياده العميد بيتكلم منطقه اتش ومنطقه دي، فعايزين نفهم اكتر ايه طبيعه المناطق دي، وبعدين حضرتك مسؤول عن توشكا 2 فنفهم برضو ايه توشكا 1 توشكا 2. هو توشكا 1 وده كان اساس المزرعه، التكليف الاول للمزرعه، وده مختصه بزراعه التمور، مزرعه التمر اللي هي اكبر مزرعه في العالم دلوقتي، وكان مخطط لها 2.3 مليون نخله، زرع فيهم حوالي 1.35 مليون الف نخله حتى الان، ومستكمل ان شاء الله بالاضافه للزراعات الفاكهه الاخرى وبعض الانشطه الكتيره زي الانتاج الحيواني كده. وده دي توشكا 1. تمام. طبعا احنا المخطط بتاعنا كبير واحلامنا كبيره، فاحنا لما سمينا توشكا 1 يعني في توشكا 2 في توشكا 3 ان شاء الله نكمل مكملين. طب المساحات كبيره فبنقسمها قطاعات في حدود من 5000 الى 10000 فدان، ومقسمينها بالتقسيم مبدئي بالحروف الابجديه الانجليزيه عشان نسهل السيطره ونسهل عشان عمليه الاشراف والمتابعه تمام. احنا بدانا المشروع زي ما قلت لحضرتك في السنة الأولى أو الموسم الزراعي الأول 2021 ب 25 ألف فدان بفضل الله، ثم دعم سيادة الرئيس ومتابعته المستمرة لنا، الحمد لله وصلنا السنة دي في الموسم الزراعي 21-22 ل 63 ألف فدان قمح. يمكن ده حضراتكم الحمد لله ماشي منزرع السنة دي، وبنجهز ان شاء الله للموسم الزراعي 22-23 اللي هيبدا في شهر 11 بدايه زراعته في شهر 11-22 وحصاده ان شاء الله في 4-23 باذن الله، ونوصل فيه ل 400 الف فدان هنا في توشكا فقط. الشركه الوطنيه حضرتك للاصلاح وزراعه الاراضي الصحراويه عارف انها بتشرف او بتشغل مشروع تنميه جنوب الوادي، عندي 4 مزارع في شرق العوينات في الفرافره عند دله وهنا توشكا. توشكا ده اخر المشروعات او اخر حاجه احنا بنشتغل فيها، وان شاء الله مكملين
وهنكمل ان شاء الله، وبقيه المزارع الثانيه في لصالح في نفس الشركه بتكمل مساحات ثانيه باذن الله. سيادة العميد اتكلمنا عن الري وايصال الماء لهنا، الموضوع ما كانش سهل خالص من تلات شيخ زايد لحد هنا، بحفر ترع، بتبطين ترع، باستيراد حاجات كمان من بره في وقت صعب. اعتقد ان كمان ايصال الكهرباء هنا برضو ما كانش بالسهل، احنا محتاجين كهرباء، بنعمل تجمعات تنمويه جديده محتاجه كهرباء، وفي نفس الوقت اعاشه للعماله اللي موجوده هنا. وطبعا كل عشان نشغل كل المنظومه دي، سواء بيفوتات، سواء اقامه، سواء معيشه، لازم كهرباء. ميه وكهرباء هم اساس الحياه. فكهرباء عشان اشتغلنا فيها، انا عايز اقول لحضرتك ان شبكات الكهرباء عمل ابراج خطوط هوائيه حوالي 1235 برج هوائي. طول الكابلات المستخدمه في الكهرباء 3580 متر كيلومتر، 3580 كيلومتر. فدي طبعا كميات كبيره طبعا، وفي فتره قليله. هو حجم الانجاز نفسه في الفتره دي هو الاعجاز. صحيح، ده واقع. احنا يعني هو ممكن تنفذ الاعمال دي بسهوله، بس في التوقيت ده، في المده دي، في حوالي ما نكملش 18 شهر نتنفذ كميه الاعمال دي كلها، سواء حفر، سواء تبطين، سواء كهرباء، سواء منشآت إدارية، طرق ومدقات. احنا عاملين طرق ومدقات بطول حوالي 1325 كيلو جوه المزرعة لخدمة البيفوتات وخدمة الانتقال جوه المزارع وبعضها. وعشان برضو موضوع الإعاشة، كل منطقة زراعية بيبقى فيها قرية لإقامة الناس العاملين فيها. صحيح. فاحنا عشان كده برضو تم التوجيه ان احنا نعمل كل قرية في كل منطقة زراعية. فعملنا 16 قرية، ثلاثة منهم، والقرى دي مقسمة طبقا لمساحة الأرض. يعني عندي قرى كبيرة وقرى صغيرة بحسب مساحة الأرض، حسب مساحة الأرض فيه. اللي هو حسب حجم العمالة اللي شغال. صحيح. فده اللي هيقول لي أنا عايز المنطقة دي كبيرة ففيها حجم عمالة أكبر، فبعمل قرية مثلا، عامل ثلاث قرى طاقة 530 فرد و13 قرية طاقة 160 فرد. بخلاف بقى عاملين مجمع مخازن عبارة عن 28 مخزن عملاق لخدمة برضو المزرعة، ان هي تعمل تخزين بقى الأسمدة والمبيدات وخراطيم المية وكل ما يلزم، وورش إصلاح، كل ما يلزم لإكمال المنظومة انها تمام. تبقى في يعني مكتمله من كل حاجه. ده عظيم جدا. وانا احب يعني برضو انوه على رؤيه القياده السياسيه، حقيقي ان هي وجهت الشغل هنا، ده يعني اعجاز في حد ذاته، لان الرؤيه في التوقيت ده كانت مهمه جدا حقيقي. بكل تاكيد. طيب سياده اللواء، احنا على اي اساس يعني احنا عندنا زارعين حاجات كتير قوي، على اي اساس بنقول الارض دي تتزرع قمح ودي هنزرع النخل هنا؟ بنقسم ده ازاي؟ هو فندم، احنا الشركة الوطنية لإصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، يعني من اسمها احنا شركة استصلاح وزراعة، تمام. شركة نهجها بتستفيد من كافة الخبرات العلمية والعملية، ودي ممثلة في مراكز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، بالإضافة طبعا لدكاترة كليات الزراعة، وموجودين معانا بصفة مستمرة في الإشراف والتجهيز والإعداد، من أول مركز بحوث الأراضي اللي بيبدأ يبص على الأرض ويختارها، يعمل دراساتها، دراسة التربة، دراسة كل حاجة تخص التربة، بالإضافة برضو للمراكز البحوث الزراعية معانا، الاختبارات أو الأصناف اللي بتجود طبقا لطبيعة المناخ، لأن طبيعة المناخ هنا جاف، بس اتغيرت زي ما حضرتك كنت بتقول لي قبل. لا فعلا بدأت تتغير. أنا بقول لحضرتك احنا الدنيا مطرت هنا ثلاث مرات السنه دي، ده ما كانش بيحصل خالص. حضرتك شفت دلوقتي واحنا قاعدين اسراب الطيور المهاجره. صحيح. الوز العراقي والحاجات كتيره قوي ماشي، بدات تظهر بكثافه. العصافير بقى كبير، بقى مشكله بالنسبه لنا هنا. طبعا عشان ماشي، بس يعني هي اللي انا بحب ابرز دوره لمراكز البحوث الزراعيه اللي شغاله معانا. طبعا العماله الميدانيه اللي هي الاعتماد الرئيسي للمشروع عليه، مهندسين زراعيين، مهندس الري المحوري، انا اللي بيشتغل معانا حوالي 3200
عامل مدني وهم دول الأساس المشروع. يعني دول طبعا توفير فرص عمل هيلة، وإن شاء الله على المساحات اللي جاية بإذن الله بنضاعف وبنجهز وماشيين خطوة خطوة. اللي عايز يتعلم الشغل يجي يتعلم هنا في توشكا. يعني ده كان كلام سيادة الرئيس طبعا، وإحنا برضو بن مستمرين إن شاء الله. وأي نقطة مية هتوصل في أي مكان في الصحراء إحنا وراها نطلع تحتها شجرة. هنستغلها. هنشتغلها. وإحنا موجودين، والرجالة اللي شغالة معايا هنا فخورين وعندهم حماس شديد جدا إنها يكمل ويستمر، ونسيب هنا نخضر هنا ونخش في مشروع تاني أكبر نجدد. إن شاء الله بلدنا مليانة خير. إن شاء الله. ومليانة حماس ومليانة شباب يهد الجبال زي ما هد الجبال هنا. هنا هد الجبال بمعنى الكلمة. حضرتك لما نشوف التصوير ونبص على المناطق المزروعة، لا احنا هدين جبال، والله هدين جبال. صحيح، ما احنا شفنا الصورة قبل وبعد. يعني حاجة نفتخر بها جميعا. احنا بنشكر حضراتكم على هذا المجهود الحقيقة. شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا في صباح الخير يا مصر. سياده اللواء اركان حرب متقاعد عاطف ابراهيم داود، قائد مزرعه توشكا 2، شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. سياده العميد متقاعد محمد عبد العزيز من الشركه الوطنيه للمقاولات العامه والتوريدات، الف شكر ليك يا فندم. الف شكر حبيبي.